ভাই পরিক نتيجة للأخطار التي تعرض لها بلادنا من قصف الجوي والعدوان الذي نتعرض له في الشمال السوري والمناطق المحررة، قامت منظمة الإنساج بتأهيل وتدريب مجموعة من المتطوعين في مجالات مختلفة في القصف الجوي وكيفية القضاء على الحرائق وكيفية مكافحتها وفي تدريب على الإسعافات الأولية. طبعا استهدفنا في الشمال السوري وفي مناطق جبل الزاوية عدة بلدات وقرى ومنها مؤسسات التعليمية وعدة من المشافي. هل هناك تجاوب وحضور كثيف من المتدربين؟ طبعا كان في تجاوب كثير كبير لانه معظم هذه المعلومات كانت بسيطه جدا تقدم لاشخاص. طبعا المعلومات اللي قدمناها كمان كانت بسيطه والاشخاص اللي عم يقدم المعلومات كانوا بحاجه لها بشكل كثير كبير بسبب انه قله المدربين وقله الاشخاص اللي عم تنشط بهاي المجالات. لمستم نتائج جيده من هذه التدريبات؟ طبعا لمسنا نتائج جيده بعد ما زرنا بعض المنشآت خلال فتره كانت متراوحه ما بين 20 الى 25 يوم، فنتيجه اخذنا عينات من بعض المدارس وبعض المنشآت كانت النتائج ايجابيه بشكل كبير كبير. آلية العمل بتقوم بتدريبات ميدانية ودورات نظرية حول مبادئ الإسعاف الأولى والقصف الجوي والأخطار وأخذ الحذر والحيطة حول الأمن والسلامة من أثناء القصف الجوي، طريقة الإخلاء للطلاب من الصفوف إلى مكان آمن أكثر أمناً، وكذلك أنواع الحرائق وطرق إطفائها ميدانياً في إشعال. بس المشكل تحسباً من الوضع الأمني والطيران بتكون مكثفة، دوراتنا مكثفة جداً ووقت قصير. قادرين على إيصال هذه المعلومات في هذا الوقت القصير؟ عم نعطي مبادئ مبسطة جداً بحيث يتفهمها معظم الناس، يعني كامل الفئات العمرية والثقافة المختلفة. مستمرون في هذا العمل؟ إن شاء الله مستمرين وأخذين على عاتقنا الأمور، أنه توصيل المعلومة يعني درهم وقاي خيره من قطار علاج. درجة حرارة وحسب كمية النار الموجودة حوالي الجرة، بقول كل ما كانت الجرة مفتوحة كل ما كان التعامل معها سهل. بس أنه ما ينسي حاله بتكون لابس ثياب فيها بلاستيك، ثياب جمدانة سلوك لفاحة. هاي الطريقة طرق من طريقة شو؟ الخنق، قطع الأكسجين عن مصدر النار لفترة بسيطة. أستاذ يلا. برافو أستاذ. إيدك هاي هون قبل. يلا. رح نقوية هلا شوي، رح تصير رح بتجي من هون أو من هون. يلا مين؟ يلا أنسات، يلا يلا أستاذ قرب. يلا بعد. لا تخاف، لا تخاف. في المنتصف فوصلت للنار، كانت النار قوية جدا، بحاجة افتح المطفأة واستخدمها. اسحب الصمام، إذا كانت النار بسيطة ما في حاجة اسحب المطفأة أو الصمام، فما في حاجة اسحب هذا الصمام، شو السبب يا جماعة؟ انتبهتوا كيف؟ ما طفى. خلاص صار موجود. كله خرابي، حطني مي. خد شمشانو طيارة سفولة 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 برافو عليك يا شمشانو.
طبعا نحن بعد ما استهدفنا العملية المدارس التعليمية نحن عم نقوم بجولات، لكن رغم المواد معنا بتم هي مواد قليلة، نحن لكن نحتاج إلى مواد أكثر، نحن نحتاج إلى مواد كثيرة من حقائب إسعافية ولا مطافئ حريق ولا إلى قبضات لاسلكية بحيث يكون العمل أكبر وأضخم، لأنه مثل ما كنتم شايفين نحن اليوم عم نواجه كتير صعوبات نحن يعني والماديات قليلة شوي يعني، لذلك نحن نحتاج إلى أكبر دعم ممكن من أجل أنه نوصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب ومن الأكاديميين أو الأساتذة أو المدارس. هل هناك تجاوب وفائدة كبيرة للأطفال المدرسين؟ الحمد لله نحن عم نلاقي كتير تجاوب بين من الطلاب أو المدرسين أو المدرسات، يعني كتير الحمد لله عم توصل الرسالة إلى أسرع عدد ممكن من الطلاب والأساتذة، لأنه الحمد لله هو آخر شيء الفائدة بتدعم للكل وللجميع. نحن بنحاول نعطي قدر ممكن من المعلومات بحيث أنه تأخذ الطلاب بالأسباب بالحيطة والحذر. جانب الحيط، تربي على الحيط تمام؟ يلا يا مريم، خلينا الصبية. حبيبتي كيفك؟ سكت لك عدانة؟ ليه؟